كان الخميس سولي والبرد وفي الملعب قنت وسط حبينين هو أن بختكور في الآونة الأخيرة تخلى عن ميرين وأيضا درجة الحرارة التي تلعب دور مؤثر جدا في حضور الجماهير. عزوم وأماني المحبين بالنصر كبيرة جدا بأن يبدأ الخير من خلال هذه المباراة وأن يكونوا حاضرا في هذا المساء بعد غياب يعود الأحباب، يعود النصر للمشاركة بعد تقريبا 12 سنة، حيث المباراة الأخيرة أمام كاظم الكويتي في بطولة كأس الكؤوس الآسيوية حينما فاز بهدفين مقابل هدف واحد كانت تلك آخر مباراة وودع البطولة لأنه خسر من كاظم 3 لأشياء في مباراة الذهاب. لحظة نزول اللاعبين ففارس نجد العالمي يبدأ بعبد الله العنزي في حراسة المرمى، عبد الكريم الخيبري، عمر هوساوي، مكين وأحمد الدوخي بخط الدفاع، الوسط بخمسة لاعبين بأحمد عباس وإبراهيم غالب، عبد الرحمن القحطاني، في قاروة سعود حمود أمامهم وبدل المطوع كمهاجم وحيد. تشكيلة قد تحمل معها الكثير من الأماني في هذا المساء بأن يبدأ النصر بإذن الله تعالى بداية مبشرة، بداية خير وفال خير للكل بتصحيح المسار وعودة الإنجازات بالنسبة لهذه البطولة التي غابت منذ آخر إنجاز للاتحاد في عام 2005 أي قبل 6 سنوات بالتمام والكمال. أما الأوزبك الذين يظهرون أمامكم مشاهدين الكرام فهم يدخلون هذه المباراة بتشكيلة مكونة من تيمور جورييف كحارس المرمى، بويان واسمع تولييف وتجييف وسيونونوف في خط الدفاع، الوسط بأربعة لاعبين وهم كاخي وكريموف وشورو تيدينوف وأندايف، وفي خط الهجوم شيخوف ودوسان سافيتش اللاعب المقدوني، وهم يضمون ثلاث لاعبين أجانب من مقدونيا من جورجيا ومن صربيا، بينما النصر كما تعلمون الأجانب المعروفين والمتواجدين دراغان هنا بالنسبة للطاقم الفني لنادي النصر وبالنسبة للسيد رفشان خايدروف مدربا لفريق نادي بختكور. هذه الأسماء التي كنا وقد استعرضناها قبل قليل، متعشمين بإذن الله في نصر يفتح النفس، في نصر يقدم في هذا المساء نتيجة وأداء وهو قادر بإذن الله تعالى، رغم أن معظم اللاعبين تنقصهم الخبرة في مثل هذه المشاركات. نتحدث فقط عن 4 لاعب مع نادي الهلال، عبد الرحمن القحطاني بمشاركة وحيدة مع فريق نادي الاتفاق، وكذلك بدر المطوع بمشاركات مختلفة إن كان من خلال دوري الأبطال أو كأس الاتحاد الآسيوي مع نادي القادسية الكويتي، وبالتالي يفتقد النصر للاعبه اليوم اللي يعول عليه كثير وهو حسين عبد الغني الذي تعرض لإصابة وهو خارج أيضا دكة البدلاء في هذا المساء، باعتبار أن النصر لديه في دكة الاحتياط ريان بلال وسعد الحارثي ومحمد السلاوي وعبد العزيز سالم العازمي وكذلك خالد محمد الزيلعي وعسيري عبد الرحمن عسيري وخالد راضي كحارس مرمى احتياطي. هنا الجماهير الأوزبكية، النصر وأول مشاركة في دوري أبطال آسيا بشكلها الجديد، يلاقي من؟ يلاقي الفريق الوحيد في قارة آسيا الذي لم يتغيب عن هذه البطولة منذ العام 2003 حينما توج العين الإماراتي بطل لتلك البطولة. 2003 موجود وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة، إذن قمة الخبرة والذروة والنضوج بالنسبة للفريق الأوزبكي مما يجعل المهمة سهلة على الفريق الذي يرتدي القمصان الكحلية في هذا المساء. بسم الله وعلى بركة الله، يلا يا عالمي رجعنا لذكريات، لأسماء، لزمان، لأيام جميلة جدا كان النصر أحد الأندية البارزة جدا في كرة القدم الآسيوية، ولو أن الغياب طال ولكن تكون مباراة العودة للأجواء الآسيوية. من المنطق أن لا يطالب النصر بدوري أبطال آسيا نسبة لغيابه عن البطولات الفترة الماضية، ولكن المنطق يقول يجب أن يكون النصر حاضرا بشكل مميز. هنا السيد تيغور مينور الحكم الياباني ابن 34 عاما من مقاطعة سايتاما اليابانية الدولي منذ عام 2008 الذي يظهر أمامكم في هذا المساء. النصر في مباراته في هذا المساء هي المباراة الآسيوية رقم 30 في مختلف المسابقات، كونه شارك في أبطال الدوري سابقا، كأس الكؤوس والسوبر الآسيوية
واليوم يبدأ في هذا المساء المهمة الأولى في دوري أبطال آسيا، ولكن رسميا لا تعتبر المشاركة الأولى كون بطولة أبطال الدوري هي امتدادها هذه البطولة، وبالتالي تسجل المشاركات السابقة أيضا ضمن نطاق هذه البطولة. مواجهة سعودية أوزبكية، وللتاريخ كلمة وللأرقام كلمة، ففي كل مسابقات آسيا 27 مباراة سابقة جمعت بين أندية المملكة العربية السعودية والأندية الأوزبكية، راح نتناولها بالتفصيل. التفوق سعودي على مر التاريخ. عامر عبد الله يحييكم معلقا واصفا متعشما منتظرا في هذا المساء بإذن الله أن تكون البداية العربية هي نصراوية. كرة ملعوبة لعبد الرحمن القحطاني بمشية كرة أمامية. سعود حمود ممكن تكون له كلمة الليلة، تتخلص وبتبعد الكرة من قبل مدافع الفريق الأوزبكي، بتعود الكرة في مكان سليم للنصر للعالمي الذي يبدأ برغبة وبثقة بالنفس ويدخل أجواء المباراة في عز البرد في طشقند. كرة ملعوبة هذه أمامية، تتخلص بتعود، ما زالت الضغط على حامل الكرة والاندفاع للأمام في مسألة عدم الأريحية بالنسبة للاعبي الفريق الأوزبكي بأن يدخلوا إلى أجواء المباراة بكير. كرة ملعوبة، عبد الكريم خيبري بمشي أمامية حلوة يا غالب، استلامة جميل، التمرير راح تكون أجمل، مررها لعباس، عباس أعادها بالخلف. برد، درجة الحرارة يا ساتر صفر، نحن لو جتنا درجة الحرارة 10 ولا 9 تجمدنا، فما بالك صفر، الله يكون في عونهم. يعني النصراوية مسموح لهم الليلة يلبسون بشوت، لو يلبسون لهم بشوت يلعبون والله يعني راح تكون طبعا هو غير مسموح، لكن والله البشت مطلوب، مطلوب الصراحة في هذه الأجواء الباردة جدا جدا جدا. عدت الكرة إلى خارج الملعب، رمي تماس. النصر لأول مرة في تاريخه يلاقي فريق أوزبكي في البطولات الأسيوية، لم يسبق له أن واجه أي فريق أوزبكي، وبالتالي تبقى هذه المواجهة الأولى للنصر ضد الأندية الأوزبكية. هنا كرة لمصلحة الفريق الأوزبكي مع صيحات الجماهير، لكن عباس بيخلص، بيمرر بشكل سليم. عباس متعود على مثل هذه الملاعب باعتبارنا وتألق في اليمن في ملعب الترتان، وملعب الترتان في اليمن في كأس الخليج الماضي اللي تألق فيه أحمد عباس وإبراهيم غالب يعني قريبة جدا. هذا الملعب عشب طبيعي، ولكن هذا الملعب أيضا ممتاز ممتاز، لكن بعد ذلك احتساب خطأ، احتساب خطأ في اللقطة الماضية ضد لاعب النادي النصر السعودي، وبطاقة صفراء على عمر هوساوي. يعني دخوله ممكن كان في تهور، لكن لا والله دخوله كان على الكرة، لكن كان في اندفاع قوي. وعلى فكرة الحكم الياباني لم يتخذ القرار، بل الحكم المساعد الأول الذي أشار للاعب المنتخب الأوزبكي أو نادي أبختكور الأوزبكي أندرييف بوجود خطأ في اللقطة الماضية. تعرض لإصابة، طبعا الفريق تخلى عن أحمدوف، تذكرون أحمدوف في كأس آسيا اللي كنا نقول عليه أوف 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 في هدف مباراة الافتتاح، يغيب لأنه خلاص انتقل لنادي آخر خارج أوزبكستان. ألكسندر جيرنخ، وهو اللاعب الكارثة الحقيقة اللي ما تعرف من وين تجيك الخطورة، بكرات الرأسية أم تسديداتها أم ضرباتها الركنية أم 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 أم، أيضا ذهب واحترف في كوريا الجنوبية، نتمنى لهم التوفيق هناك وللنصر هنا في هذا المساء. خطأ لمصلحة الفريق الأوزبكي، وعلى تنفيذ المدافع سيونوف، سيونوف اللي راح ينفذ صاحب القدم اليسرى، وهذا الحكم الشاب الياباني يوجه الحائط بعدم التقدم والتحرك قبل تنفيذ الخطأ. كرة لمصلحة الفريق الأوزبكي، عادة يجدون مثل هذه الكرات لعنزي في مرمى قليل الخبرة، لكن نتمنى إن الشجاعة والحماس تعوض الغيابات الأخرى. كرة ملعوبة، تسديدة داخل منطقة الجزاء، هذه خطرة مصلحة الفريق الأوزبكي، برافو يا لعنزي. لعنزي أيضا بيسيطر على الكرة الماضية، كرة كانت لمصلحة الفريق الأوزبكي، فريق نادي بختكور الخبير في شؤون كرة القدم الآسيوية من كاريموف اللي استلم الكرة الماضية بعد ما اتخلصت من غالب وصلت للعبها، ولكن برافو عبدالله العنزي بيسيطر على الكرة الماضية وأصبحت لمصلحة النصر. يحاول الأوزبكي أن يأخذ زمام المباراة من البداية، النصر يقاومه في منتصف الملعب مع الدقائق الأولى، وبالتالي تبقى الأمور معلقة ما بين هذا وذاك في منتصف الملعب. الكرة ملعوبة، فيجارو بيحاول، خطأ لمصلحته ولمصلحة نادي النصر، لمصلحة الأرجنتيني فيجارو.
خطأ لمصلحة نادي النصر. الدقائق الخمس الأولى تمضي. هم الأوزبكيين امتصهم من البداية لأنهم أقوياء في ملاعبهم وفي مثل هذه الأجواء هم أقوياء للغاية، وبالتالي تمتص حماسهم، تقتل اللعب مع المباراة إليه ما تأتيك الفرصة وتنقض عليها. ترى الأوزبك على أرضهم يا يكتسحونك يا تكتسحهم، ما عندهم حلول وسط في أغلب مبارياتهم. يا تفوز عليهم بالثلاثة، كرة للدوخيب يلعبها عرضية داخل منطقة الجزاء، إبعاد الكرة الماضية، ما زالت قائمة الآن. عباس بيحاول تبعد من قبل مدافعي الأوزبك، أعادها عباس المطوع استقبلها، حاول يمر، حكم المباراة يعطي الاستمرارية، بتعود الكرة بمنتصف الملعب لمصلحة الفريق الأوزبكي مع كل كرة تتحرك جماهيرهم. الكرة ملعوبة الآن لكريموف اللي بيحاول بمشية أمامية، محاولة التقدم مضايقة موجودة، برافو يا سعود حمود، بيعود للخلف، محاولة التقدم خطأ واضح، وحكم المباراة لا يعطي الأدفانتج في اللقطة الماضية، تحسب على حكم المباراة في اللقطة الماضية، الخطأ واضح، لكن كان ينبغي له أن يعطي الادفانتج لان الكره كانت لمصلحه الفريق الاوزبكي، لكن جزاه الله خير. خطا الان لمصلحه الفريق الاوزبكي. تمر اول ربع ساعه، اول 20 دقيقه، اعتقد الامور بعد ذلك راح تكون مبشره ان شاء الله. كره بتلعب، لم يعد بختكور، هو بختكور الاولي، كره ملعوبه هذه اماميه، العنزي بيخرج من مرمى وبيسيطر على الكره الماضيه. جماهيرهم تصحى فجاه، تخوفك، تصحى فجاه يعني ساكته وبعدين فجأة تصحى. شوف هذه الكرة، أحمد الدوخي كان هو اللي كاسر التسلل، وعليه أن يكون منتبه تماما في مثل تنفيذ هذه الكرات مع المدافعين. سعود حمود يتقدم أسمر النصر، بتعدي الكرة لخارج الملعب، رمي تماس لمصلحة نادي النصر. كحلي الليلة، كحلي الليلة، كرة ملعوبة تلعب أمامية، محاولة التقدم، تغطية موجودة من غالب، ممتاز يا غالب، ممتاز يا غالب، يكسب من خلالها رمي التماس لمصلحة العالمي. عبد الكريم خيبري بيلعبها في منتصف الملعب لعباس، سوء تصرف في اللقطة الماضية لكن عادوا بقطعها، أيضا سوء تصرف في اللقطة الثانية، كرة بتعود لمصلحة الفريق الأوزبكي على الطرف الأيمن، محاولة المرور خيبري أو عمر أوساوي معاه بيغطي ولا زالت المحاولة. برافو يا الأسمر، كفو عليك يا ولد، بيلعبها كرة في مكان سليم، تصل لغالب، غالب قحطاني، قحطاني مطوع، مطوع قحطاني، يا سلام في قروة، في قروة تمريرة غير سليمة تصل لمدافعي الفريق الأوزبكي، ممكن هجوم النصر السريع في أي لحظة يخطف له واحدة. المطوع سريع، في قروة سريع، والقحطاني يجيد التمرير، وبالتالي بالإمكان مع سعود حمود في أي لحظة أنهم يخطفوا لهم واحدة. العنزي بيلعبها عالية أو أمامية، كرة تصل سهلة تماما للاعبي الفريق الأوزبكي. عبد الكريم، غالب، خطأ لمصلحة نادي النصر. عباس لمطوع، تردد من الدوخي، الكرة بتعود لمصلحة الفريق الأوزبكي، أطول من اللازم، أطول من اللازم، بيسيطر عليها عبد الله العنزي. مواجهات كثيرة جمعت الأندية السعودية في الأندية الأوزبكية. لما نتكلم عن دوري أبطال آسيا وعن أبطال الدوري سابقا وعن كأس الكؤوس فهناك 27 مواجهة. الأندية السعودية لها الكفة ولها الغلبة في التاريخ والماضي، وإن شاء الله يأكدونها في هذا المساء، لأن الأندية السعودية فازت 16 مرة مقابل 8 مرات، يعني فارق الضعف الدبل للأندية السعودية وثلاث تعادلات. في دوري أبطال آسيا في هذه المسابقة تحديدا الأندية السعودية 12 مرة فازت من أصل 22 مباراة. كرة للنصر في مكان سليم، في كارو بيلعبها ولكن كرة بتتخلص في اللحظة الأخيرة. في دوري أبطال آسيا الأندية السعودية فازت 12 مرة، الأوزبكية 7 مرات، والتعادل 3 مرات في دوري أبطال آسيا، وبالتالي التاريخ يدون ويؤكد على تفوق الأندية السعودية في مختلف البطولات اللي لعبوا فيها مع الأندية الأوزبكية، وهذا لا يمنع من التطور الكبير الذي حدث للأندية الأوزبكية بالذات في السنوات الأخيرة والضخ المالي الكبير اللي حدث لهم. العنزي بيلعبها، كرة لماكين على الطرف الأيمن لمصلحة النصر. الدقيقة التاسعة تنقضي وندخل في العاشرة، كرة في منتصف الملعب، بدأوا يسيطرون شوي شوي على أرضية الملعب، وتحديد الكرة الآن بقدم كأخي،
الكاخي بيلعبها بحاول يتقدم، برافو يا عباس، غطى الدوخي خلص، وصلت لي في قروة، في قروة مرر كرة لسعود حمود، مشي يا سعود، مشاها قصيرة لكن القحطاني، قحطاني بيعيدها بالخلف، كرة بتنقل، ممتازة التنقلات يا نصر، كرة على الطرف الأيسر، تصل إبراهيم غالب، عباس دوخي يا مخرج وين رحت، المخرج الأوزبكي وين، والمباراة وين، كرة ملعوبة سعود حمود، كرة ملعوبة القحطاني بيلعبها أو للقحطاني في مكان سليم، بتعدي الكرة، أولى كرات النصر لفيقاروة بعد ما لعبها عبد الرحمن القحطاني بشكل سليم في اللقطة الماضية، لكن الكرة ما كان فيها تسلل، لم تستثمر بالشكل السليم من فيقاروة، عدت إلى خارج الملعب، كرة سانحة للنصر، إذن كرة بكرة، هجمة بهجمة للفريق الأوزبكي بختكور، وهجمة أيضا للنصر، وبالتالي في تكافؤ كبير مع الدقائق العشر الأولى، رغم أن بختكور مسيطر نسبيا أكثر على الكرة. كرة بتلعب عباس، ممتاز، عادة الكرة، تقدم بسلاسة، لكن برافو يا غالب، برافو يا غالب، خلصها وخطأ لمصلحة النصر بعد تدخل قوي في اللقطة الماضية، حكم المباراة برافو بيشهر البطاقة الصفراء على اللاعب شاروف تيدينوف، تيدينوف يحصل على البطاقة الصفراء نتيجة أيضا كرة مماثلة لكرة عمر هوساوي، وبالتالي الإنصاف حاضر من حكم المباراة، بينما ندرقان يتابع ويشاهد، قال لن أرضى إلا بالنقاط الثلاث، فرصة بفرصة أو هجمة بهجمة بمعنى أصح، بطاقة صفراء ببطاقة صفراء، وتكافؤ كبير، وشكل النصر إن شاء الله بيسويها، بيسويها الليلة إن شاء الله. كرة ملعوبة تتخلص وبتعود الكرة في منتصف الملعب، مباراة تأتي ضمن نطاق المجموعة الثانية، مجموعة تضم فرق من كبار القارة، نتحدث عن النصر، نتحدث عن بختكور، عن الاستقلال الإيراني، عن السد القطري، يعني كل الأندية توجت بألقاب آسيوية ما عدا بختكور، لكن بختكور أفضل من الأندية كلها اللي في هذه المجموعة من حيث التواجد الدائم في بطولة دوري أبطال آسيا من عام 2003 إلى يومنا هذا، وهو الفريق الوحيد في القارة الذي يحظى بهذا الرقم وبهذا الحضور الكبير جدا للفريق الأوزبكي. كرة ملعوبة عالية أقصى الجهة اليمنى، كريموف بيلعبها، لازالت المحاولة قائمة، يا ماكين يا ماكين يا ماكين، كرة بتتخلص، لازالت قائمة داخل منطقة الجزاء، الكرة تصل إلى عبد الله العنزي، تصل إلى عبد الله العنزي، دراجان يطالب اللاعبين بالتهدئة، شايف هذه الكرة، ماكين علي أن يكون حذر في مثل هذه الالتحامات. كرة بتلعب فيقاروة، خطأ آخر ضد فيقاروة، ثلاث أخطاء في 12 دقيقة، يعني كل أربع دقائق يأخذ الضربة فيقاروة، نعرف تماما الطفرة اللي حدثت في كرة القدم الأوزبكية، حتى حضورهم في البطولة الماضية في كأس آسيا كان حضور مشرف لولا نتيجة أستراليا في دور نصف النهائي 6-0، ولكن كان المنتخب الأوزبكي حضوره مميز. كرة ملعوبة الآن باتجاه عبد الرحمن القحطاني، تصل يد حارس المرمى الحارس تيمور جورايف، كرة ملعوبة، في أوزبك كثير مقيمين في المملكة العربية السعودية، أوزبك كثير بالذات في المدينة المنورة في جدة، وسبب وصولهم طبعا هم مسلمين اساسا في المقام الاول والاخير، وتقربهم من الاماكن المقدسه هنا في المملكه العربيه السعوديه، لكن في حدث جعل الكثير من هذه الاعداد وتتضاعف الاعداد بالقدوم للمملكه العربيه السعوديه. عام 1966 هذه مدينه تشقند شهدت زلزال كبير بمقياس ريختر كان 7.5 7.5، وادى الى دمار شبه كامل للمدينه، وغادرت يعني وهاجر تقريبا 300 ألف من سكان هذه المدينة خارج أوزبكستان، وأغلبهم أتى للمملكة العربية السعودية، وبالتالي لا تفاجأ لما تشوف أعداد كبيرة من الأوزبك اللي أصبحوا أيضا
هنا في المملكة العربية السعودية يجدون اللغة العربية وحاضرين ولهم حضور في المجتمع، وبالتالي يربطنا بيننا وبينهم أكيد الدين الإسلامي الحنيف. رمي التماس لصالح الفريق الأوزبكي، نتحدث عن أول ربع ساعة مشاهدينا الكرام متابعينا، تعادل بدون أهداف، لا يوجد تهديد حقيقي من الفريقين حتى الآن. برافو يا عمر وساوي بيخلصها لخارج الملعب، رمي التماس، لكن الجهة اليمين للأوزبك شغالة أكثر من الجهة الشمال، الاختراقات من هذه الجهة جهة عبد الكريم الخيبري أكثر بكثير من جهة أحمد الدوخي. رمي التماس الآن يستغلون من خلال طول القامة، كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، لازالت المحاولة قائمة، يا ساتر يا ساتر، ماكيني يخوف، ماكيني يخوف، شوف ترك الكرة مع أنه بإمكانه كان أنه يبعد الكرة ومسك اللاعب. لا أنت لو تبعد الكرة وتفكنا من اللاعب أفضل بكثير، هذه ثاني لقطة بهذا الأسلوب. ضربة مرمى، لكن بختكور لعب مباريات كثيرة ضد الأندية السعودية وتتفوق عليها الأندية السعودية في أغلب الأحيان، عانى كثير من مواجهاته مع الأندية السعودية بنادي بختكور. كرة بتلعب، تصل النصر، مشي عباس، كرة لعبد الرحمن أمامية بتتخلص وبتعود، ضغط مطلوب هنا في هذه اللقطة، بتعود لمصعد الفريق الأوزبكي، مكين بيخلصها، تصل الآن لمصلحة إبراهيم غالب. خيبري، يا سلام يا غالب، 19 سنة ما شاء الله عليه، يحضر بشكل مميز جدا، ومستقبل كرة القدم السعودية في هذا المركز أعتقد أن إبراهيم غالب سيكون اسم حاضر وبقوة. عباس، عباس في قاروة أمامية للمطوع، مختفي تماما، اظهر يا بدر، اظهر يا بدر، لم يظهر حتى الآن. كرة بتصل لتيمور حارس المرمى، بيضغط في قاروة، بيلعبها تيمور عالية وأمامية أقرب لدفاع النصر، ابعد يا هوساوي، ابعد هوساوي، بتعود الكرة لمصلحة فريق نادي بختكور. غالب بيخلص بشكل ممتاز وبيلعب أمامية بشكل ممتاز، يلا يا سعود بيحاول، ولكن الكرة بتتخلص وبتعدي لخارج الملعب، رمي التماس للنصر، مقنع النصر مع الدقائق الأولى لهذه المباراة، تماسك حضوره الشكل والرسم التكتيكي في أرضية الملعب واضح، ترابط الخطوط واضح، الثقة بالنفس، شايف جابوا لهم بشوت، والله الله يعينهم، شايف السهلاوي مسكين متلثم وحالته حاله، ترى تلعب اسهل بكثير من انك تتابع المباراه من المدرج او من البنش، تلعب على الاقل تسخن وتحرق سعرات حراريه وتبدا تدفع، لكن اللي يتابعون هذول الله يعينهم والله. برد، تذكرون الفراعنه يوم يقول طقطق الضروس، البرد اللي طقطق الضروس هذا هو بردهم. للعالمي ضربة ركنية الآن في هذه اللحظات ولمصلحة فيقار، واللي بيلعبها عالية وعرضية داخل منطقة الجزاء، الإبعاد من قبل الدفاع الأوزبكي، بتعود الكرة لمصلحة أحمد عباس، أعادها للدوخي أحمد، عالية وأمامية للنصر، إبعاد من قبل المدافع، بتعود القحطاني بيتابع وبيضايق ولا زال يضغط، برافو يا عبد الرحمن خلصها، لكن عادت للمدافع الأوزبكي اللي بيلعبها، بتعود اضطر الفريق الأوزبكي لعب الكرة بهذه الطريقة نتيجة الضغط على حامل الكرة، عباسي يا سلام طوع، أحلى كلام، بتعود مثلث جميل جميل، آه لو اكتملت كانت راح تكون أحلى مثلث في الجولة الأولى لبطولة دوري أبطال آسيا. أمامية، عمر هوساوي بيخلص، النصر بدأ يتمكن من المباراة، بدأ يفرض أسلوبه على الفريق الأوزبكي، برافو يا نصر، برافو يا دراغان. الدوخي بمشي أمامية للمطوع، مطوع بيلعبها من لمسة لعباس، مضايق ومتابع، استخلاص الكرة، عادة الفريق الأوزبكي، أمامية هذه، أوه عدت، هذه ثغرة، هذه ثغرة، هذه ثغرة، كرة ملعوبة، عالية عرضية، برافو يا عبد الله العنزي، بيسيطر عليها، بيسيطر عليها. تصل الكرة على الطرف الأيمن الآن لبدر المطوع الهارب من الرقابة اللي بيمشيها أمامية، سعود حمود، كرة لعباس، بيحاول خطأ واضح لمصلحة أحمد عباس ولمصلحة النصر، نقترب من الدقيقة 20، برافو يا نصر على ما تقدمه حتى الآن. هذه الكرة اللي لمصلحة أحمد عباس وخطأ واضح ضد لاعب الفريق، وتراهم خشنين خشنين، حتى مزحهم ثقيل. كرة ملعوبة أمامية لبدر المطوع، وينك يا مطوع،
كرة بتتخلص من أمامه، من الأسماء التي نعول عليها كثيرا بدل المطوع في هذا المساء بأن يظهر وأن يقدم وأن يكون نقطة تحول في هذه المباراة من خلال تسجيل هدف أو صناعته لهدف. كرة ملعوبة أمامية بتعدي إلى خارج الملعب، رمي التماس. 20 دقيقة، شعارها أن دراغان يفرض أسلوبه على مدرب الفريق الأوزبكي رافشان خايدروف بشكل واضح جدا، والنصر حتى الآن تكتيكيا ما شاء الله تبارك الله ممتاز. حتى الأوزبك برداني، كرة ملعوبة، مفروض واحد في دكة بدلاء النصر يشب الضوء يعين من الله خير، هذه طريقة الدفع الوحيدة. درجة حرارة 0، أعوذ بالله. إبراهيم غالب، غالب خيبري، خطأ عبد الملك عبد الكريم الخيبري، كرة ممكن يتلقى عليها بطاقة صفراء. ممكن يتلقى عليها بطاقة صفراء. الكرة ما عدت، لكن الخطأ بعد ذلك لي تونا نقول هم خشنين، لكن عبد الكريم أيضا كان خشن في اللقطة الماضية. عموما عدت الكرة إلى خارج الملعب ضربة مرمى. المجموعة الأولى مشاهدين الكرام في دوري أبطال آسيا تضم هلال آسيا والغراف القطري وسبهان الإيراني والجزيرة الإماراتي، ونذكركم بإذن الله تعالى بأننا سنتواصل معكم في نقل لقاء الهلال السعودي وسبهان الإيراني في هذا المساء في تمام الساعة 8:30 بمشيئة الله. المجموعة الثانية تضم النصر السعودي، بختكور الأوزبكي، الاستقلال الإيراني، السد القطري. المجموعة الثالثة تضم الاتحاد السعودي وبيروز الإيراني، وكذلك بونيوت كور الأوزبكي والوحدة الإماراتي، مجموعة قوية جدا. الشباب السعودي في المجموعة الرابعة مع الريان القطري وذوب أهن الإيراني والإمارات الإماراتي. هناك مجموعات شرق آسيا والتي يعني تضم 4 مجموعات، وعلى فكرة لأول مرة في تاريخ هذه البطولة أن يكون نادي من غرب آسيا في مجموعة في شرق آسيا، هذه عمرها ما حدثت، تحدث مع نادي العين الإماراتي اللي يتواجد في المجموعة السادسة وهو من غرب آسيا، تواجد مع مجموعة ناغويا الياباني وسيول الكوري الجنوبي وهانجزو جرين تاون الصيني، وبالتالي تحدث لأول مرة أن نادي من غرب آسيا يتواجد بمجموعة في شرق آسيا. خطأ لمصلحة النصر، 4 دول فقط توجت بهذه البطولة منذ العام 2003، الغالبة لكوريا الجنوبية 3 بطولات، اليابان والمملكة العربية السعودية 2، والإمارات بطولة متمثلة طبعا من نادي العين. كرة ملعوبة، برافو يا عباس، أحسنت يا رجل، لعبها للمطوع، مشي لفيغاروا، يعني نبغي النزعة الهجومية شوي، بدينا نطمع في المباراة شوي رغم إدراكنا بأن المباراة هي في غاية الصعوبة. خطأ لمصلحة أحمد الدوخي ولمصلحة نادي النصر. كرة بتلعب أمامية باتجاه سعود، لعبها باتجاه عبد الرحمن، لكن هناك خطأ يحتسب ضد سعود حمود في اللقطة الماضية. الاتحاد السعودي هو الفريق الوحيد الذي توج بالبطولة 2، أنا أتحدث عن البطولة منذ إنشائها في عام 2003 اللي هي دوري أبطال آسيا بالشكل الجديد، لم يستطيع أي فريق أن يفوز بالبطولة 2، وهو الفريق الوحيد اللي فاز أيضا بالبطولة 2 متتاليتين. وبالتالي نتمنى من العميد مساء الغد أن يكون حضوره قوي جدا أمام بيروز الإيراني، ولكن يبقى الهلال هو الفريق الوحيد في تاريخ البطولة ككل منذ أن انطلقت في عام 1900 وفي الستينات، يعني لما توج بها الفريق الصهيوني بطل البطولة عام 67، هو الفريق الوحيد اللي وصل النهائي 5 مرات، هو رقم قياسي خاص لنادي الهلال اللي وصل النهائي 5 مرات. وأيضا نتمنى للهلال إن شاء الله الحضور القوي والمشرف في هذا المساء. كرة ملعوبة، برافو يا عبد الكريم، بيغطي، اندفاعه أقوى وحضوره أفضل ويكسب من خلالها ضربة مرمى، برافو يا نصر. نصف شوط يمضي مشاهدين الكرام، استدعاء حكم المباراة في لقطة من لاعب الفريق الأوزبكي،
ان شاء الله يكون فيها قرار مؤثر. خلنا نشوف ايش سوى. خلصها، استدعى الحكم. علينا ان شاء الله يكون القرار بسيط. فضل اشتباك وانذار شفهي. اعطاه واحده عبد الكريم خيبري، اعطاه واحده في اللقطه الماضيه. 25 دقيقه مشاهدينا متابعينا في كل مكان، تجعلنا نطمع باذن الله بخروج النصر في هذا المساء بنتيجه ان شاء الله تكون ايجابيه، ترفع الحماس والمعنويات للفرق الاخرى المشاركه، وان يكون اليوم الافتتاحي يوم خير باذن الله لكره القدم السعوديه من خلال هذا المساء. برافو يا خيبري، ما شاء الله عليهم، تعب الاوزبك، يحظن على ضربه المرمى ويحظن على رمي التماس، يقول اللي فيه خير ياخذها. والله كفو يا عبد الكريم، رمي التماس للاوزبك. الحذر من اي هفوه او غفوه بالنسبه للنصر، الامور تسير بشكل ممتاز، نكملها بتركيز عالي الى نهايتها. برافو يا عبد الكريم، بيلعبها عاليه واماميه، كرة بتصل، يحاول بيغطي عبد الكريم وبيخلصها. رامي التماس على التنفيذ، اندرييف هو اللي راح ينفذ رمية التماس. تلعب، تبعد من قبل مدافعين نادي النصر، بتعود، تشتت. برافو يا عبد الكريم، اكثر لاعب ذكرته في القائمة النصراوية. سعود حمود بيلعبها حلوة يا عبد الرحمن، باتجاه المطوع في قروة، والمطوع شوية ركزوا مع بعض أكثر، ركزوا شوي. كرة بتلعب، كرة مرتدة، والله ممكن يخطفها النصر ويكون فوز مهم، يذكرنا بأول مواجهة أوزبكية سعودية في طشقند، كان بختكور طرفا لها والاتحاد طرفا لها، سأتحدث عنها بعد قليل. خلونا نشاهد الفريق الأوزبكي، كرة بتلعب عالية وأمامية سهلة لعبد الله العنزي. في طشقند وفي أوزبكستان فاز نادي الاتحاد عام 98 في أول مباراة جمعت بين الفريقين سعودي وأوزبكي في أوزبكستان تحديدا، يومها الاتحاد. الله يا اتحاد، 3-0 مع الرأفة على بختكور هنا، 3-0. كان لسه في تلك الأيام حمزة موجود ونور في أوج عطائه وما زال يقدم الشيء الجميل والجميل. هو يوم أو يومين من 4 أجزاء، جزء النصراوي نشاهده مبشر حتى الآن، الجزء الثاني يكون هلالي في هذا المساء، وإن شاء الله مناشدة لجماهير الهلال وجماهير المملكة بأن تحضر في استاد الملك فهد في هذا المساء بإذن الله تعالى، وأن يكون الحضور مش أقل من 50,000. يذكروننا بمواجهة بونيتكور العام الماضي، والله ليلتها ليلة وطربها طرب كان. وغدا بإذن الله سنكون ناقلين للشباب وهو الجزء الثالث أمام الريان القطري بمشيئة الله تعالى، أيضا قبل مواجهة الاتحاد السعودي أمام بيروز الإيراني، ويكون مسك الختام للأجزاء الأربع الأولى في اليوم الأول لدوري أبطال آسيا لممثلي المملكة. غالب بمشيئة أمامية حلوة لعبد الكريم، يكسب من خلالها رمي التماس. الأداء هذا يكتمل الحلو وبهدف يلخبطهم أكثر. الفريق الأوزبكي غير واضح المعالم، يواجه فريق منظم حتى الآن وعارف شو اللي يباه من المباراة. حلوة يا نصر، تمريرة خاطئة من عبد الرحمن، كرة بتعود، تشتت الآن عالية وأمامية، رمي التماس لمصلحة النصر، فرصة للضغط على الفريق الأوزبكي في ملعبه. كرة لبدر المطوع، ياخذها على صدره بدر، بلمها ويمشيها عباس بيلعبها لكن بشكل خاطئ، الكرة بتتخلص، بتعود لمصلحة الفريق الأوزبكي في قروة. برافو، بيضغط، تمريرة أمامية، الدوخي أيضا بيضغط لكن بيعدي منه، تصل الكرة الآن في الجهة اليسرى، بيمررها داخل القحطاني بيخلصها، تصل في قروة في منتصف الملعب. نقترب من أول نصف ساعة مشاهدنا متابعنا في كل مكان. النصر حتى الآن يقف أمام الفريق الأوزبكي على أرضه وبين جمهوره، ولا تدخل لنفسه الرهبة أبدا. كرة لبدل المطوع للنصر، أمامية تتخلص، بتعود الكرة في منتصف الملعب، فيها اندفاع كان من وسط النصر، هذه كرة مرتدة لمصلحة فريق نادي بختكور الأوزبكي، وهذا تقدم على الطرف الأيسر، تمرير الكرة أمامية، اطلع يا مكين، خطأ واضح من مكين وتصرف غير سليم
مع انه كان بامكانه انه يخلص الكره لو مهارته الدفاعيه تسعفه. وماكين يتلقى البطاقه الصفراء في اللقطه الماضيه. جوناثان ديفيد ماكين. ديفيد بيتري ايضا خارج القائمه لمباراه اليوم. حسين عبد الغني خارج القائمه. هي تقريبا اهم الاسماء الغائبه. خطا لمصلحه الفريق الاوزبكي. اعتقد اهزاء كان من ماكين اللي الفريق الاوزبكي في هذا المكان الخطير اللي يجدون استغلاله، لكن ان شاء الله تعدي على خير. تنفيذ عن طريق اللاعب كريموف. كريموف نصف ساعه بالتمام والكمال مشاهدينا متابعينا في كل مكان. كريموف على تنفيذ الخطا لمصلحه الفريق الاوزبكي. هذه من اخطر كرات شوط المباراه الاول. المرت ممكن النصر يمر من شوط المباراة الأول بالسلام، لكن نستشعر فيها خطورة كبيرة جدا لمصلحة الفريق الأوزبكي. كريموف بيلعبها، تتخلص، بتعود الكرة، سعود بيخلص، بتعود، شيل يا أسد. كفو يا عنزي، كفو يا عنزي، خلصها وانقذ النصر من اول كره صريحه لنادي بختكور في شوط المباراه الاول. ياتي في الدقيقه رقم 31 والعنزي يتعلق بخلص الكره الماضيه. كفو يا اسد، كفو. ضربه ركنيه فريق الاوزبكي عاليه وعرضيه داخل منطقه الجزاء امام المرمى. لازالت المحاوله قائمه، بتتخلص الى خارج الملعب، ضربه مرمى. انها الدقيقه الاصعب في شوط المباراه الاول مرت على النصراويه. هذا كاخي اللي يظهر امامكم وهو لاعب من جورجيا. عفوا، شايف هذه الكره؟ كانت للاعب الاوزبكي مساحه للتفكير والتسديد، وهو الظهير الايسر وصاحب القدم اليسرى القويه سيونوف، ولكن تصدى لها دفاع النصر. المطوع خطأ واضح لمصلحة النصر، خطأ واضح لمصلحة النصر. في مجال يا نصر، هناك فرصة يا النصر بالنسبة لما يقدمه في أرضية الملعب. بإذن الله قادر على الخروج بنتيجة إيجابية. كرة تصل لبدر المطوع، عدى بدر، سعود حمود، دوخي النصر، في قروة النصر، للنصر أمامية، سعود حمود بيحاول، سعود حمود، لا زالت الكرة دربكة ما بين الفريقين. الارتداد السريع يبحث عنه الفريق الاوزبكي. ماكين يخلصها، خطأ لمصلحة فريق نادي النصر في اللقطة الماضية. بطولة العقد الجديد في القارة الآسيوية، العقد الجديد. عبد الكريم هوساوي عالية وأمامية، قحطاني عبد الرحمن بينزلها، تتخلص من أمامه، تصل لكريموف أبرز لاعب أوزبكي في شوط المباراة الأول. كرة لخارج الملعب، رمية تماس، كرة بتلعب أمامية من كاخي، سهلة لدفاع النصر، فيها تواكل، لكن بعد ذلك عمر هوساوي بيخلصها إلى خارج الملعب، هي رمية تماس. يدرك هذا السيد رفشان خايدروف صعوبة المهمة. كريموف دائما نقطة التفوق الأولى للفريق الأوزبكي. كرة اللعب عالية وعرضية، أوه مرت بسلام. خطأ في تشتيت الكرة الماضية من عمر هوساوي، كان بإمكانه أن يبعدها بقدمه، لكن عموما مرت الكرة بسلام. شوف هني لعبة الضربة الكرة العرضية، عمر هوساوي كان بإمكانه أن يبعدها بقدمه أو يبعدها حتى براسه بس في مكان آمن، ولكن لم تستثمر الكرة الماضية الفريق الأوزبكي. العنزي إن شاء الله تكون بداية خير. عالية وأمامية للنصر، سعود حمود، تمريرة خاطئة.
أمامية. اندفاعات أحمد عباس يجب أن تكون مقننة، لأن تقدمه وضغطه على لاعب الفريق الأوزبكي يترك ثغرة في 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 مركز الارتكاز، وبالتالي يبقى بعد ذلك إبراهيم غالب لوحده، وبالتالي اعتقد انه غير مطالب بالضغط نظرا لوجود بدل المطوع وفيجارو وعبد الرحمن القحطاني اللي ممكن يؤدون دور الضغط على مدافعي الفريق الاوزبكي. الكره بتعدي الى خارج الملعب، رمي تماس. نقترب مشاهدينا متابعينا في كل مكان من الدقائق العشر الاخيره لشوط المباراه الاول. التعادل مستمر بدون اهداف، بيمر بسهوله من الدوخي. كرة اللعب، ماكين بيخلص، تصل لفيجاروا، خطأ واضح لمصلحة النصر ولمصلحة السعود حمود. واحدة يا النصر قبل نهاية الشوط راح يكون يا محلك يا محلك. كرة ملعوبة، فيجاروا بيحاول، عباس بيمشيها لبدر المطوع. وينك يا بدر؟ وينك يا مطوع؟ بيلعبها باتجاه عبد الرحمن القحطاني، لكن الكرة بتتخلص بدون خطورة. النصر على مرمى بختكور في شوط المباراة الأول. سيزداد الضغط على لاعبي الفريق الأوزبكي مع تقدم دقائق المباراة. كرة عدت ولا ما عدت؟ ما عدت. استلمها بشكل ممتاز مدافع الفريق الأوزبكي اسمه تاليو دوييف، وهذا كاريموف. كرة الآن من كاخي اللاعب الجورجي، مشت معاه في منتصف الملعب. أمامية، اختراق لمركز الظهير لكن ممتاز. عبد الكريم الخيبري يودي شوط أول، أعتقد أنه كان أغلب الضغط عليه، أدى دور بشكل أفضل الحقيقة وبشكل جيد في شوط المباراة الأول. عبد الكريم بيشتتها، مساحة أمامه للتسديد، تسديدة قوية جدا إلى خارج الملعب. رمي التنس، لا ضربة مرمى، تسديدة بعيدة بعيدة. العنزي بيلعبها عالية وأمامية، الكرة بتتخلص وبتعود في منتصف الملعب. الآن كريموف مصدر الخطورة الأوزبكية، بيسدد وبتمر بجوار القائم ضربة مرمى. هنا منبع الخطورة، إذا دخل في العمق خطير، وإذا لعب على الطرف خطير، وبالتالي رقابة المنطقة يجب أن تكون حاضرة وحذرة لهذا اللاعب، وأن لا تعطى له مساحات مثل هذه المساحة اللي كان ممكن يخطف فيها هدف في اللقطة الماضية، ولكن مرت الكرة إلى خارج الملعب ضربة مرمى. بختكور الفريق الوحيد الذي لم يغب عن هذه البطولة بالشكل الجديد، والنصر يحضر لأول مرة في الشكل الجديد. هناك أندية تحضر أيضا لأول مرة في هذه البطولة، يعني نتكلم عن نادي الإمارات الإماراتي، سيريزو أوساكا الياباني، هانغزو الصيني، جيجو يونايتد الكوري. هذه الأندية تحضر لأول مرة في الشكل الجديد. تتخلص من عمر هوساوي إلى خارج الملعب، رمي التماس. تحسن الفريق الأوزبكي أكثر في الدقائق الماضية، وبدأ يسيطر أكثر، وبدأ يشكل خطورة على مرمى النصر. تلعب كرة قائمة، العنزي ممتاز بيسيطر على الكرة الماضية. تبعد خارج الملعب لأن اللاعب الأوزبكي يجلس على أرضية الملعب. لا يوجد أي لاعب عربي الحقيقة توج بلقب هداف هذه البطولة من عام 2003، لكن أن يكون لاعب محترف في فريق عربي حدث ذلك مرة واحدة، محمد كالون مع نادي الاتحاد في عام 2005، الوحيد اللي ينتمي لفريق من غرب القارة حقق لقب الهداف. كل لقب الهداف يكون في شرق آسيا لسبب رئيسي جدا. في أندية ضعيفة كثيرة تشارك، كأندية إندونيسيا، كأندية دول ضعيفة جدا. يعني نتذكر نتيجة 15-0 حدثت مرتين في شرق آسيا، نتيجة 9 فريق يفوز بالتسعة حدثت 3 مرات في النسخ الماضية.
نتيجة 8 أهداف حدثت 8 مرات في شرق القارة، وبالتالي لقب الهداف طبيعي جدا أن يكون عندهم. ولأول مرة يعني حقيقة كان ولآخر مرة لاعب من غرب القارة يتوج بلقب الهداف منذ العام 2003 هو محمد كالون، وبأقل نسبة تهديف على فكرة، 6 أهداف. كرة أمامية سهلة تماما لعنزي، يسيطر عليها النصر، يسير شوط المباراة الأول بشكل جيد. تفوز على أرضك وقدر الإمكان أن لا تخسر خارج أرضك، هي حسبة التأهل من دوري المجموعات. أوه هذا خطأ واضح لكن الحكم بيمشيها. كرة اللعب مرت، الكرة الماضية فيها شك كبير وكان ممكن يكون نقطة تحول للاعب المقدوني دوسان ابن 25 عاما الدولي مع منتخب بلاده، والذي لم يسبق أن سجل هدف دولي، كان ممكن يسجل من خلال اللقطة الماضية، سددها لكنها بعيدة، عدت موسمه الأول مع الفريق وهو قادم من فريق كوري واسمه إينشيون يونايتد الكوري الجنوبي، وقبل ذلك كان يلعب في رومانيا مع نادي اسمه أبراسوف الروماني، هو صاحب المحاولة الماضية وحضوره الأول في شوط المباراة الأول. خيبري، خيبري يلعبها، تمشي يا نصر، كرة ملعوبة على الطرف الأيمن، في قروة عباس أحمد الدوخي، لعب 3 كرات عرضية في الشوط الأول ولا كرة كانت مفيدة لهجوم النصر. تصل الآن لفي قروة، تعود لعباس، مشاء لمطوع، يا سلام عداه سعود حمود، مشى حلوة، يلا يا شباب تمموها على خير. الكرة بتلعب أيضا عرضية غير مثالية، بتعود الكرة لعباس، أحمد بينقلها في مكان سليم لعبد الرحمن قحطاني، عبد الرحمن جرب ولكن في صدر اللاعب الأوزبكي بتتخلص، مرتدة، هوساوي بضايقة، وإبراهيم غالب بيخلص، بتعود لعباس، عباس لماكين، يتمكن النصر بإذن الله، يتمكن إن شاء الله من التسجيل. كرة بتلعب تتخلص وبتعود لمصلحة الفريق الأوزبكي في منتصف الملعب، أمامية، نقل الكرة، تمرير، هات وخذ، لازالت المحاولة قائمة، تبعد يا شباب، أحمد الدوخي بيخلصها وبيبعدها، في قروة بيخلصها، بتعود عالمية للعالمي، أمامية لكنها أقرب لدفاع الفريق الأوزبكي. لو تلاحظون النصر يلعب بدون مهاجم صريح كحال ريان أو السهلاوي أو سعد الحارثي، ثلاث مهاجمين صرحاء موجودين في دكة البدلاء، يفضل المدرب أن لا مركزيا، لكن في قروة والمطوع وسعود حمود تقريبا بنفس الستايل وبنفس طريقة اللعب، وبالتالي قد يفتقد النصر للعمق الهجومي بوجود مهاجم صريح يمثل العمق الهجومي لنادي النصر، ممكن هذا الشيء يحدث في الشوط الثاني. سعود حمود الكرة بتعدي إلى خارج الملعب، رمي التماس حاول يحصلها، أمام النصر 2:30 وينهي شوط أول ناجح له في دوري أبطال آسيا بعد غياب 11 سنة عن آخر مباراة آسيوية لعبها في عام 99. كرة أمامية، مطوع، عبد الرحمن، لا وجود لأحد في الجانب الأيسر، كرة بتتخلص، حذر مطلوب والخطأ التكتيكي أيضا مطلوب في مثل هذه الأماكن، محاولة تقدم للفريق الأوزبكي، تمريرة أمامية لكنها أقرب لدفاع النصر، عبد الكريم خيبري اللي بيغطي بشكل سليم لكن تمريرة ما كانت سليمة، عادة الفريق الأوزبكي على الطرف الأيمن، محاولة تمرير مثلث ممتاز للأوزبك ولكن ممتاز مكين بيخلص اللقطة الماضية، الكرة بتعود لبدر المطوع، بدر بيحاول يمشيها لكن تمريرة خاطئة، بتعود لمصلحة الفريق الأوزبكي، أحمد الدوخي بيلعبها عالية وأمامية، أي كلام لمصلحة الدفاع الأوزبكي اللي بيبعدها لخارج الملعب بمبدأ الأمان إلى خارج الملعب، رمي التماس. البعض يقول لك النصر بيخسر بالأربعة وبيخسر بالخمسة وما عنده خبرة وما الدوري السعودي يا جماعة، الدوري السعودي دوري قوي، والالتحام في الدوري السعودي أيضا يعطي الكثير من الخبرة واحتكاك قوي، بالتالي لما يكون دوريك قوي أي نادي يخرج من هذه البطولة كأول أو ثاني أو ثالث أو رابع مشارك في مسابقات القارة، إذا لم يكن بطل أو لم يكن منافس لن يكون حضوره هزيل. يعني نتكلم عن كم نسخة الآن، ما شاهدنا
يعني اقصى شيء ان فريق يخرج من الدور الاول، لكن ما في فريق مثلا يتعرض للخمسه وللسته ويكون حضوره ضعيف، لا هذا الشيء ما يكون موجود ولا هو من مخرجات الدوري السعودي. وبالتالي دائما الطموح يكون قوي، والنصر اليوم وهو قليل الخبره في المشاركه الاسيويه الا انه سير شوط المباراه الاول بشكل ذكي جدا كيفما اراد مدربه ولاعبيه، بامتصاص الفريق الاوزبكي، بقتل المباراه في اغلب الاحيان، باغلاق منافذ الخطوره، وكلما مر الوقت كلما كانت الامور لمصلحه النصر افضل. وبالتالي الفريق الاوزبكي يمر بضغوط كبيره. للنصر، خطفوها يا الربع قبل نهايه الشوط، يلا يا قحطاني، لعبها لسعود، سعود لمها للنصر، تنقل على الطرف الايمن في قروه، واحده بيلعبها، لكنك انانيه في قروه في اللقطه الماضيه، خلصت من امامه، ارتدت دقيقتان، وقت محتسب للضايع، كره ترتد الان لصالح الفريق الاوزبكي، التمرير والكره عاليه واماميه، دائما وابدا كريموف بيتقدم، بيدخل العمق خطير في كل احواله، بيمرر لك برافو يا عبد الكريم، كرات لحظات ما قبل نهايه الشوط، القحطاني بيلعبها تمرير خاطئ، المفروض يرجع ويدافع لكنه ما رجع، وتخلصت الكره الان، اوه كره ملعوبه بتعدي، خطا كبير من احمد الدوخي في اللقطه الماضيه. الجهه اليمنى تضرب كثير لدفاع نادي النصر. شايف هذه الكرة؟ هنا توقع المدافع، يا انك تطلع على الكرة وتبعدها، يا انك ترجع وتعمل الكفرنج بخطوة متوازية مع انطلاقة المهاجم. ضربة ركنية اتمنى تمر على خير لشوط اول، اعتقد صعب على النصر ان انت متأخر فيه، كرة ملعوبة عالية، يا ساتر، كفو يا الذيب، كفو يا العنزي، في اللحظات التي يحتاج من خلالها النصر لعبد الله العنزي وجدوه، حصلوه موجود، خلصت بمساندة احمد عباس، اصعب لحظات شوط المباراة الاول، تمر على خير ان شاء الله، كرة ملعوبة عالية عرضية، مرت على خير، شوط اول ناجح ذكي للنصر ولمدرب السيد دريغان، وما نتمناه في شوط المباراة الثاني الانقضاض على المباراة. اول يقولون البدو رجال تطمع في الدين، تطمع في النخوه، تطمع في المعاني، والان بدينا نطمع لما قدم النصر في شوط المباراه الاول، انه قادر باذن الله تعالى على ان يخطف نتيجه المباراه، او على اقل تقدير ان لا يخسر هذه المباراه، وهو قادر نسبه لما قدمه في الشوط الاول، اعطانا في 45 دقيقه انطباع اكثر من جيد عن النصر في تماسكه، في طريقه لعبه، ولو ان المطوع كان في وضع افضل كان ممكن تفرق المباراه مع النصر. الناحيه الهجوميه كانت ضعيفه شوي، لكن بشكل عام النصر تكتيكيا ادى الشوط اعتقد انه اكثر من جيد، واستطاع في اغلب الاحيان ان يسير المباراه كيفما اراد. شايف هذه الكره اللي تالق من خلال عبد الله العنزي، كما ذكرت لما احتاجوا العنزي وجدوه موجود، وخلاص هي اللقطه الاخيره قبل نهاية شوط المباراة الأول، أتمنى أن لا ينظر عبد الله العنزي مع احتجاجات الجماهير التي تمثل ضغط على حكم المباراة. أول شوط للسعوديين في دوري أبطال آسيا ناجح. في 2011 أول شوط، ويبدو أن مكارم والأرقام اللي انحطت من الرئاسة العامة والبادرة الطيبة الحقيقة، الدوافع المادية الكبيرة من الأمير نواف، 3.5 مليون ريال للفريق اللي يفوز بالبطولة، يعني رقم مقارب لجائزة البطولة الأساسية. أيضا أرقام الصعود والتأهل من 200,000 إلى 300,000 إلى 500,000 إلى 800,000، دافع للأندية وحافز الأندية بأن يكون حضورها أقوى في هذه البطولة. كريموف، هذا هو هو كلمة السر لديهم، هو اللاعب الذي لم يستطيع نادي النصر أن يوقفه، هدف مشترك يتحمل دفاع النصر وحارس مرمى، توقع غير سليم، هدية كبيرة من النصر إلى الفريق الأوزبكي في شوط المباراة الأول، كان بالإمكان الخروج من شوط المباراة الأول، ولكن أعتقد أن حتى حكم المباراة قد يلام على هذه الشغلة، لأن الوقت المحتسب بدل الضايع كان دقيقتين، وقبل لحارس المرمى يوقف اللعب كان تقريبا واصل إلى دقيقة و40 ثانية، وبالتالي لم يكن
يستدعي كل هذا الوقت كوقت بدل ضايع وفي شوط المباراة الأول. وبالتالي حكم المباراة الآن يطلق صفرته مع نهاية شوط المباراة الأول. كريموف كما تشاهدون الاختراق الدائم على الطرف، هذا اللاعب هو كلمة السر، قلناها وكررناها أكثر من مرة. عبد الله العنزي يتحمل مسؤولية كبيرة أيضا في هذا الهدف، لكن بالأمانة والطموحات والدعوات بإذن الله أن النصر بإذن الله قادر على تعويض في شوط المباراة الثاني، رغم أنه ما جعلنا حقيقة نحزن كثير على هذه النتيجة. الأداء الذي قدمه النصر وكان متماسكا، ولكن فارس نجد قادر على العودة. عمر عبد الله كان معلقا، يلقاكم بإذن الله في مطلع شوط المباراة الثاني. سلمان المطيوي لك الكلمة، ولكن بعد الفاصل. ثانية وراح نتأكد إذا ما حدث هناك أي تبديل، لكن مبدئيا تقريبا هي نفس الأسماء التي بدأت وانهت شوط المباراة الأول بالنسبة للفريقين. كامل الأماني والدعوات بإذن الله تعالى لممثل العرب، لممثل السعودية نادي النصر. شوط المباراة الأول كان في أغلب الأحيان الشكل العام مرضي، ولكن الختام كان ليس بالمستوى المطلوب بخطأ دفاعي ومن حارس المرمى، كلف النصر التأخر في اللحظات الأولى أو الأخيرة لشوط المباراة الثاني. تدخل قوي ضد بدر المطوع في اللقطة الماضية وخطأ لصالح بدر. فوز سيكون الرابع انحدث لبختيكور ضد الأندية السعودية باعتبارنا ولعب 11 مباراة، فاز في 3 وخسر في 6 وتعادل مباريتين. لكن في أوزبكستان الكفة تميل غالبا أو نسبيا لمصلحة الفرق الأوزبكية على حساب الأندية السعودية من حيث النتائج. في قروة يتقدم فيها خطأ واضح، حكم المباراة لا يشير على وجود شيء في اللقطة الماضية. عموما تصل كرة لعبد كريم الخيبري لإبراهيم غالب، يعني في 10 مباريات في هذا الملعب أقيمت بين أندية السعودية وأندية أوزبكستان. تمريرة خاطئة من وتفتقد الدقة من أحمد عباس. في المجمل العام في المباريات اللي أقيمت هنا في طشقند وعلى هذا الملعب 3 مرات الأندية السعودية فازت، 5 مرات الأندية الأوزبكية وتعادلين. وأول من زارهم كما ذكرت هو نادي الاتحاد، وكانت زيارة هي الأقوى بالفوز بثلاث أهداف مقابل لا شيء. أيضا الاتحاد كرر فوزه على نيفيتشي 3-1 و الشباب في الموسم الماضي على بختيكور 3-1. وبالتالي لما تفوز الأندية السعودية على الأندية الأوزبكية في أوزبكستان لازم تفوز بالثلاثة. هذا ما سجله الماضي الاتحاد، مرتين فاز بالثلاثة والشباب مرة فاز بالثلاثة، والآن هي خسارة للنصر حتى هذه اللحظات. تأخر من حيث النتيجة ولكن قادر بإذن الله تعالى على العودة، ولكن بتفعيل الشق الهجومي وإحداث عمق هجومي يكون واضح بالنسبة للنصر. ماكين أمامية لفيغاروا، تمرير خاطئ، ارتداد الكرة على نادي النصر من خلال التمرير الخاطئ. عاد فيغاروا وخلص الكرة، خطأ مرة أخرى من فيغاروا، استخلاص الكرة من أمامه وخطأ ضد فيغاروا. 3 أخطاء في ظرف 20 ثانية، خطأين بالتمرير وخطأ بارتكاب مخالفة على فيغاروا، تدل على ماذا اللقطة الماضية، على أن اللاعب ليس في الوضع الجيد ولا بالحضور الذهني الجيد له في المباراة. حالة من حال الشق الهجومي بأكمله، كبدر المطوع، كعبد الرحمن القحطاني، وقد يكون نوعا ما سعود حمود أفضل نسبيا من حيث الأسماء الأربعة الهجومية للنصر. كرة اللعب بيمر بيعدي من أحمد عباس، بيبررها أمامية داخل منطقة الجزاء، كرة بتعود، الكرة اللي خارج الملعب رمي التماس.
أبعدها أحمد عباسي خارج الملعب رمي تماسي مصلحة الفريق الأوزبكي. من المهم جدا ألا يسجل في مرمى النصر هدف ثاني كي تبقى المباراة بكل الاحتمالات حتى نهايتها. كرة اللعب رمي التماس بيخلصها الدوخي، عباس بيكمل بتعود الكرة تسديدة طايشة أقرب لخارج الملعب رمي التماس لمصلحة فريق نادي النصر. شد حيلك يا النصر، الأمال كبيرة عليك وإرثك التاريخي كبير وإنجازاتك وحضورك ووصولك لكأس أندية العالم، كل هذه أشياء كبيرة بحق هذا الكيان الكبير. كرة لسعود حمود، قحطاني عبد الرحمن في قروة، هي بإذن الله هي في قروة، حطها يا السلام يا مدينة البرد، جاكم اللي يدفيكم يا طشقند، هذا فارس نجد يا برد زد واشتد، مالها إلا فارس نجد، صعب ما يحب غيره، صعب كبير ما يحب إلا هذه الظروف. فاتحة خير يا فال الخير، فاتحة خير يا فال الخير، بعد غياب عاد الأحباب لمطوع بيسجل هدف التعادل، الله عليك يا عالمي. يا لها من بداية لشوط المباراة الثانية في قارو، صح صح في لحظة وصح صعنا والمطوع في لحظة فرحنا، الله عليك. دفاهم النصر ولا ما دفاهم؟ درجة الحرارة صفر والعالمي شب الضو شبه، شب الضو شبه وأعلن عن عودته للمباراة وأول الأهداف العربية في دوري أبطال آسيا 2011. نصراوي نصراوي الغاوي حطها وأعلن عن تعادل النصر في المباراة، وبإذن الله القادم أجمل. قولوا يا الله، قولوا يا الله، قولوا يا الله، توني أقول له وأذكره بتاريخه وأذكره بإنجازاته وأذكره بماضيه. كبير يا نصر، كبير يا نصر، والعودة بإذن الله تذكرنا بما مضى، تذكرنا بحلاوة الماضي وجماله. بيخطفونها، بيخطفونها الرجاجيل بإذن الله، بيخطفونها بإذن الله، وتكون بداية مبشرة بالخير. فاتحة خير يا مال الخير، يا فال الخير، يا نصر الخير، وخير اللهم اجعله خير. تعادل النصر، القحطاني تمريرة ولا أروع لفيقاروة، استعراض للتانجو ومن ثم المطوع، كرة راح تدخلها أجواء المباراة. كفو 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 ومليون كفو يا النصر. حلوة 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 التعادل، أول هدف عربي إذن في دوري أبطال آسيا هذه السنة في مرحلة المجموعات يكون شعاره نصراوي خالص للكحلي. الكحلي هو اللي سجل وهو اللي أعاد نفسه للمباراة وأعادنا للمباراة ولأجواء التفاؤل. خطأ ضد أحمد عباس، المعنوية فوق، المعنوية عالية. كرة بتلعب في قاروة، برافو برافو، كفو كفو يا أرجنتيني، ما راح تفهم كفو، حد يترجم له باللغة الإسبانية يقول لنا قلنا عنه كفو. المطوع بيلعبها، قحطاني في مكان سليم، ثاني بإذن الله، ثاني بإذن الله، ثاني بإذن الله، ولكن حصل حارس المرمى. ها فعل الشق الهجومي النصر، بالتالي صار يخوفهم، صار يلعوزهم، صار يربكهم. كان ممكن يجيب الثاني، كرة ملعوبة أمامية، حساوي غطي غطي شيل، يا ساتر. شوط مثير للغاية، تفهموا يا شباب، اتكلموا بينكم البين يا شباب. كرة ملعوبة أمامية للفريق الأوزبكي، تراه مشتت في أرضية الملعب، مفكك الخطوط في أرضية الملعب، يضرب النصر الآن بإذن الله. عباس مشي، مطوع استقبل، مشيها يا المطوع. اوه يا بدر المطوع، هم عاد لو يسمعون اسمك مطوع هناك بيخلونك امام مسجد، ترى يحترمون العرب كثير، الاوزبك والباكستانيين بالذات، اخواننا المسلمين في هذه الدول، تعرفون شو يسموننا؟ الله يجزاهم خير، والله لازم نحبهم على التسمية اللي يسموننا، نحن بالذات عرب الجزيرة العربية، يسموننا احفاد، احفاد الخلفاء، احفاد الخلفاء. جزاكم الله الخير، أكيد نحن أحفاد الخلفاء الراشدين وهم أخواننا وامتداد لنا، كون ما يربطنا بهم أهم من اللغة وهو الدين الإسلامي.
الحمد لله الذي جعلنا مسلمين، الحمد لله. كرة بتلعب، خطأ لمصلحة الفريق الأوزبكي. نصرنا يقدم شوط ثاني ممتاز ويتعادل، ولكن الحذر، كل الحذر، لا نكرر أخطاء شوط المباراة الأول. ما أروعها من بداية يا نصر، ما أروعها من بداية يا نصر للشوط الثاني. لكن الجول، شفتوا الجملة كيف؟ شفتوا التمرير كيف؟ شفتوا كيف الكيف؟ القحطاني لفيجاروا، فيجاروا كيف استعرض، والمطوع كيف تمركز، وبعدين كيف حطها. أوه، كرة لخارج الملعب، كفو إبراهيم غالب بيعديها لخارج الملعب، رمي التماس، كرة بتلعب عرضية لعنزي بيسيطر عليها بهدوء. الدقيقة العاشرة، مشاهدينا متابعينا في كل مكان على لاين سبورت، وشوط المباراة الثانية يحمل الأخبار السارة، ولله الحمد. يا عيني يا فيجاروا، تقدم سعود حمود، مشي يا سعود، سعود يا سعود، بيلعبها لأحمد عباس، عباس وحده، جرب يا رجل، بيلعبها الآن في مكان سليم بدل المطوع. كرة بتلعب عالية وعرضية، الكرة بتعدي لخارج الملعب، ضربة مرمى. لا، أحلى النصر الشوط الثاني، سبحان الله، بنفس الأسماء ونفس التشكيل ونفس الرسم الاستراتيجي في المباراة، ومع ذلك قدموا هذا الأداء الطيب، قدموا هذا الأداء الطيب. كرة ملعوبة، تصل الآن لخيبري، لغالب، غالب بيمشي، حلوة للمطوع، مطوع حلوة لسعود، سعود حلوة لفيجاروا، فيجاروا حلوة لمن؟ حلوة للمطوع، المطوع وين؟ مطوع لفيجاروا، أدفانتج موجود، فيجاروا بيحاول، معاك هناك عبد الرحمن. يا عيني والله دوخها الأوزبكي، عطى 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 كرت، يستاهل الكرت، يستاهل الكرت من ضيع دفاه. يا جماعة ترى الجول يعدل المزاج ويرفع المعنويات، واللي ما تغدى في الشوط الأول الآن أكيد نفسه مفتوحة، دقوا في المكابيس وعدلوا المزاج. والآن النصر عدل مزاجنا كلنا في الشوط الثاني، في الشوط الثاني. شايف فيجاروا والله دوخة لعوزة، ودى يمين وده شمال، ليه ما خذ له انذار؟ خذ لك بطاقة صفراء على لون النصر، اللون الأصفر، لون الانذار الدائم. تتشيف، لكن فيجاروا صح رغم الدقائق الأولى والأخطاء اللي عملها في 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 كرة القدم، ترى فيها جزئيات بسيطة، فيها تحولات كثيرة، فيها اللاعب من كرة ممكن يدخل إلى أجواء المباراة، كرة ممكن تضيعها وتخليه خارج، هو كيفية سيطرة اللاعب على ذهنه وعلى تفكيره وعلى تركيزه. من المسائل المهمة جدا، اللاعب قيادي نفسه، قيادي نفسه. خطأ لمصلحة النصر الذي جعل الأوزبك متوترين للغاية، خايفين للغاية، والخبر ما هو سري للغاية، بل منتشر الآن بين الناس بأن فارس نجد عاد لدوري أبطال آسيا وامتطى صهوة جواده مجددا، ويقول يا جاهل التاريخ، اعرف مع من تلعب، اعرف مع من تلعب. كرة ملعوبة، فيجاروا بيمشي، النصر شكله بإذن الله راح يخطفها، رغبة الرجال، كرة ملعوبة أمامية بتتخلص، فيجاروا ما بين البين، اتخلصت واللعبت، كرة بتلعب، خطأ يا حكم، عباس طاح، الروح الرياضية يا أوزبك، الروح الرياضية، تونا نقول نحبكم، الأخلاق الرياضية والروح الرياضية. خطأ ضد أحمد الدوخي، وبطاقة صفراء. شوف الأوزبك يزينهم لما يكونون متقدمين، أوه حصل روح رياضية عالية، هم والإيرانيين ها تلاحظون يعني، لكن تسجل عليهم جول، كل ذيك المعاني تروح. لكن أحمد دوخي تدخله كان قوي ويستحق البطاقة الصفراء. إنكم منصفين، دائما ما أرددها وما أقولها مشاهدينا الكرام، إني في العاطفة منحاز وفي الحق حيادي، بمعنى إن كان عواطفنا بكل تأكيد مع النصر، شيء لا يقبل النقاش، أمانينا مع النصر،
ولكن في الوصف والتعليق ووصف حقيقة المباراة ومحلز أرضية المباراة يجب أن نصفها بما نشاهده، بما نشاهد وما نشاهده إلى الآن في الشوط الثاني. يسر الناظرين يا نصر. خطأ الآن لمصلحة الفريق الأوزبكي. هذا هو، هذا ولدهم، هذا اللي خوفنا والله. كريموف، كريموف وقفوه والدنيا راح تكون حلوة، بس وقفوه. خطأ لمصلحة الفريق الأوزبكي. ازدادت جماهيرهم بالحضور وبدت شمسهم تغرب. كريموف بيلعب عالية وعرضية بعيدة، يا ساتر، وهدف ثاني لمصلحة الفريق الأوزبكي بالأسلوب المعتاد، بالأسلوب المعتاد، الكرات الرأسية بعيدة المدى على القائم الثاني ومن ثم تمريرة إلى العمق، وبالتالي هدف لمصلحة الفريق الأوزبكي في هذه اللحظات، هدف لمصلحة الأوزبك في هذه اللحظات. وبالتالي الفريق نادي بختكور يتقدم بالهدف الثاني في هذه اللحظات. حسافة خصوصا في هذا التوقيت أن يأتي الهدف نسبة لما قدمها النصر وما كان قريب المنال، هو هدف ثاني للنصر، إذ بفريق نادي بختكور الآن يتقدم، ولسه المباراة في الملعب، لسه المباراة في الملعب. شوف اللعبة، عبد الرحمن القحطاني كفرنج سيء في اللقطة الماضية، التغطية ما كانت بالمستوى المطلوب، الالتحام ما كان بالمستوى المطلوب، على الأقل المضايقة، على الأقل الالتحام القوي مع اللاعب كي لا يلعب الكرة على راحته. وبعد ذلك ماكين يشاهد كما كنا نشاهد نحن وكأن معانا من بعيد يطالع، والكرة تدخل المرمى وتعلن عن هدف ثاني لمصلحة الفريق الأوزبكي وعن طريق اللاعب ديشي لشود. ديشي لشود يتقدم الآن لمصلحة فريق نادي بختكور 2-1، 2-1. هوساوي الخيبري، خيبري لهوساوي، أمامية ساعة مشاهدين الكرام متابعينا في كل مكان. المباراة في الشوط الثاني فيها إثارة كبيرة، فيها متعة، حتى المشاهد المحايد أكيد يستمتع بالشوط الثاني على أهدافه وأحداثه. وكرة أمامية أمام المرمى، أمام المرمى، دفاع النصر يخيفنا في هذه اللحظات حقيقة. ماكين والجماعة اللي معاه يضرب دفاع النصر بسهولة الحقيقة. كرة ملعوبة الآن لمصلحة النصر. قحطاني بيلعب عالي عرضية مطوع. آه يا بدر، آه يا بدر، لو نزلتها لنفسك كان فيها علوم وأخبار، كان فيها أشياء ثانية كثيرة، لكن بدل المطوع لم يستثمر الكرة الماضية. هج الكرة الماضية فيها اشتباه بوجود التسلل. شوف الالتحام هنا، شو اللي عمله عمر هوساوي. صحيح هو ما خلص الكرة لكن ما ترك اللاعب يلعب الكرة على راحته، بالتالي مطلوب كل الكرات المشتركة بالذات الهوائية أن يكون فيها التحام بدني وفيها مضايقة. خطأ للنصر، خطأ للنصر. كرة بتلعب أحمد عباس في منتصف الملعب، هناك مزيد من الوقت. جماهير الأوزبكية سعيدة الآن بالتقدم ولكن تدرك مدى صعوبة المباراة. ماكين تمريرة أمامية، كرة مرتدة للفريق الأوزبكي تتخلص لكن ليست بالمستوى المطلوب. عادت الآن أحمد الدوخي يخلصها من أمامه. برافو يا أحمد، العب. كرة ما بين البين لماكين، ماكين إلى خارج الملعب، اصطدمت بلاعب الفريق بختكور إلى ضربة مرمى. يخوف دفاع النصر. النصر إذا كان راح يعمل انتدابات في الفترة الجاية أظهرة وقلوب دفاع. سعد الحارثي مكان عبد الرحمن القحطاني وقراءة، أعتقد أن هي تتوافق كثيرا مع سير المباراة بالنسبة للسيد دراجان بإخراج عبد الرحمن القحطاني وإدخال سعد الحارثي. سعد راح يلعب الآن كمهاجم صريح، بدر مطوع خلفه، سعود حمود ممكن يذهب الآن إلى الجانب الأيسر، في كارو على الجانب الأيمن، شكل هجومي راح يكون ممكن أوضح. كرة بتلعب أمامية بيحاول يحصلها سعد، الكرة إلى خارج الملعب، ضربة مرمى، ضربة مرمى، هدفين مقابل هدف واحد. حدثت في فوز بختكور على الأهلي مرة 2-1، فوز ما شال على الهلال 2-1، فوز بونيتشكور على الاتفاق 2-1، تكررت كثيرا مع الأندية الأوزبكية. يعني هذه النتيجة أربع مرات نتكلم عن نتيجة 2-1.
خيبري، عباس إلى خيبري، في قروة اللي بقى يلعب الآن في الجهة اليسرى، إبراهيم غالب تمويه ولكن غير سليم، ارتداد الفريق الأوزبكي. ليس جنون الثالث أهم شيء كي تبقى المباراة حتى آخر لحظة، كل الاحتمالات فيها موجودة، فارق الهدفين راح يكون صعب جدا، وبالتالي على النصر أن يركز وبالذات في المناطق الخلفية وأن يفعل الناحية الهجومية، وكل ما كانت الكرة في ملعبهم كل ما كانت أفضل الاحتمالات بالنسبة للنصر. الدوخي، إبراهيم غالب، غالب إبراهيم، لعب على الأطراف مطلوب، تدخل قوي ضد بدل المطوع في اللقطة الماضية، بتعود الفريق الأوزبكي، حاولة المرور، شايف لما اقترب عباس من إبراهيم غالب في اللقطة الماضية أصبح عمق وسط النصر له دور، كرة أمامية، سعد الحارثي، يلا يا أبو مشعل بيلعبها، كرة سعود حمود، سو شيء، بيلعبها في قروة، في قروة، سعود، الله أكبر، حلوة يا شباب، حلوة يا شباب، عدت اللقطة الماضية ما بين فيقارة وسعود حمود لعبها والله، لكن الكرة على العارضة بشاعرة عدت، وأصبحت ضربة مرمى لصالح فريق نادي بختاب كور. قادر النصر بإذن الله أن يعود في أي لحظة، في أي لحظة. كرة اللعب، مكين، حلوة فيها هذه، سعد، سعد العب أمامية، كرة لفيقاروا بيحاول يحصلها لكن خروج حارس المرمى تيمور اللي بيسيطر على اللقطة الماضية، سيطر عليها شكله أفضل النصر في الشوط الثاني. مع كل هجمة للنصر تشعر بأن النصر قادر على أنه يسجل، وفي المقابل كل كرة لبختكور ايضا تقبل احتمالات التسجيل نسبة لدفاع النصر الذي يستطيع. كرة اللعب، الخيبري، في قروة مفروض يقرب له، قرب له في قروة، كيفية التصرف، يحاول يا عيني عليك يكسب من خلال رمي التماس، تحسن كثير في قروة، يفرق كثير لما يلعب ويؤدي. كرة اللي في قروة، المطوع في قروة، غالب أقصى الجهة اليمنى للعالمي، الدوخي بيحاول، خلصت من أمامه بسهولة، تقدم الآن والتمرير، برافو يا عباس، بيخلصها لخارج الملعب، رمي التماس، رمي التماس، هذه الكرة اللي كان من خلالها ضغط ممتاز على حامل الكرة، ودور لاعب الارتكاز في كيفية تغطية مركز الظهير الأيمن في لحظة تقدمه. عباس بيلعب أمامية، كاخي، تصل الكرة الآن لكريموف، إسماتولييف، كريموف يعيدها بالخلف، سعد والضغط على دفاع الفريق الأوزبكي، ممكن يغلطون كرة اللعب، هذه من ضمن الغلطات، ماكين بيلعبها، سعد هذا يستقبلها، يجرب يتمرر، كرة في قروة، في قروة بيلعبها راية وتسلل، ضربة حرة غير مباشرة، ضربة حرة غير مباشرة. حلوين يا النصر، استمروا هكذا وبإذن الله التعادل قادم، بإذن الله يكون التعادل قادم في أي لحظة من لحظات المباراة. إضاعة الوقت من قبل لاعبي الفريق الأوزبكي، كل الأعين تراقب الحضور العربي الأول في دوري المجموعات الآن، وتأتي مباراة النصر مع بختكور هي الأولى. كرة لخارج الملعب، رمي التماس، نقترب من الدقيقة 70، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، بختكور على أرضه وما بين جماهيره يتقدم بهدفين مقابل هدف واحد، لكن شوط ثاني للنصر في الناحية الهجومية أفضل. رمي تماس من سيونينيف، الكرة بتعدي لخارج الملعب، رمي تماس، ضربة مرمى،
لصالح نادي النصر. مواجهة رقم 28 بين الأندية السعودية والأوزبكية حتى الآن تبتسم للأوزبك حتى هذه اللحظة، وسيكون الفوز التاسع على مر التاريخ في مختلف البطولات الآسيوية مقابل 16 انتصار للأندية السعودية وثلاث تعادلات. واضح التاريخ بأنه هو سعودي بدرجة كبيرة جدا على حساب الأندية الأوزبكية. كرة اللعب، التمرير والتقدم الآن من كريموف، عبد الكريم خيبر يخلصها ويبدأ كرة مرتدة للنصر، هات وخذ، خطأ واضح وتدخل قوي وينبغي له قرار إداري من حكم المباراة. كرة اللعب، هوساوي، مكين، سعود حمود، عدى اللعيب، تقدم الآن سعود للدوخي، عرضية ولكن تتخلص، ارتداد لصالح الفريق الأوزبكي مع الأدفانتج، تنقل على الطرف الأيسر الآن، محاولة التقدم ولعب كرة مرتدة لكن سهلة تماما لدفاع نادي النصر. في المتناول بإذن الله، في المتناول، على قدر أهل العزم تأتي العزائم. في قروة أمامية، سعد الحارثي بيحاول، في قروة، في قروة، في قروة، لعبها كرة، بدر مطوع للنصر في مكان سليم، بدر عالي عرضية وتتخلص في اللحظة الأخيرة، تتخلص في اللحظة الأخيرة، بتعود للنصر. عباس، رغبة النصر كبيرة واضحة، يقاتلون يقدمون وهم قادرون بإذن الله أن يتمموا المجهود بنجاح. حضاري من المرتدات فقط، كرة ملعوبة لكريموف، الفريق الأوزبكي راح ينخفض عند المعدل اللياقي الآن في هذه اللحظات، فريق لم يلعب منذ أشهر مباريات رسمية حتى وإن كانت الاستعدادات والمباريات الودية، لكن الاحتكاك بالمباريات الرسمية لها أثر كبير جدا وفارق كبير جدا، وعلى النصر أن يستغلوه بإذن الله. دوريهم انتهى من 3 شهور، من شهر 10، 4 شهور، من أكتوبر. هوساوي ممتاز، خطأ لمصلحته ولمصلحة نادي النصر، بدأ يقل عطاهم الأوزبك وبدأ يتراجعون إلى الخلف، والله من النادر أن نشاهد فريق أوزبكي على أرضه ويتراجع للخلف. كرة ملعوبة الآن للنصر، أمامية بتتخلص، كرة للدوخي، سعد الحارثي، سعود، سعد، يا السلام، في قروة بيحاول لك تتخلص، بتعود لي في قروة، في قروة لسعد، سعد لسعود، سعود لأحمد، أحمد، عرضية سهلة تماما لحارس المرمى، ولا كرة عرضية من الأظهرة استفاد منها نادي النصر في المباراة. كرة اللعب، تلاحظون انهم بدأوا يتعبون الآن، راح يجرون تبديلاتهم. اللي يجهز حاليا هو المهاجم عزيزوف، هذا الوقت القادم يجب النصر أن يزيد من مجهوده وعطائه وأن يستغل عامل اللياقة. أمامية، الكرة سهلة تماما لدفاع الفريق الأوزبكي، تيمور، خطأ واضح ضد أحمد الدوخي لمصلحة الفريق الأوزبكي. إذن عزيزوف يشارك في هذه اللحظات مكان المهاجم شيخوف. هم استغنوا عن 2 أثروا عليهم كثير، أحمدوف وألكسندر جيرنح، هذا اللي كنت أتمنى ألكسندر يلعب مع أحد الأندية الخليجية الصراحة. لاعب ممتاز بمعنى الكلمة، يغير مجرى المباراة في أي لحظة، من كرة ثابتة، من كرة متحركة، لاعب موهوب. إذن عزيزوف مكان شيخوف سنات،
المصاب الآن لترك أرضية الملعب، سلامات بإذن الله، إن شاء الله مشافى معافي. عالية وأمامية، الدوخي بيخلص، تصل كرة لإبراهيم غالب النصر، الكحلي يلعب في الشوط الثاني وإن شاء الله يوفق. في قاروة لإبراهيم غالب، نقل الكرة الآن على الجانب الأيمن أو في متوسط الدفاع لماكين، ماكين يستعرض، تصل لهوساوي، عمر أحمد عباس إلى عمر، تمريرات بالخلف ليست ذا جدوى حتى الآن. في قاروة أمامية للنصر، اتجاه سعود حمود، تتخلص بتعود للفريق الأوزبكي لنادي بختكور عزيزوف. آخر ربع ساعة مشاهدينا متابعينا في كل مكان، انطلاقة العرب الأولى حتى الآن في دوري أبطال آسيا لهذا العام. النصر يتأخر أمام بختكور 1-2. كرة اللعب لبدل المطوع لأحمد الدوخي، تمريرة خاطئة عادت لبدل المطوع، معاه ماكين، لعبها لماكين. لو النصر عنده أجانب مكان ماكين، مكان متري، أجانب على مستوى راح يفرقون كثير مع النصر، لأن عنده نواة الفريق من اللاعبين المواطنين. للنصر سعود حمود، مشى الكرة للدوخي، الدوخي في الإسناد مرر، وخطأ واضح لمصلحة النصر ولمصلحة بدر المطوع. بطاقة صفراء راح تظهر وقد تكون بعدها حمراء إذا كان لديه بطاقة صفراء. 27 الظهير الأيسر سيونوف تحصل على بطاقة صفراء نتيجة عرقلة بدر المطوع. السهلاوي الآن مكان سعود حمود، إذن محمد السهلاوي مكان سعود حمود ويرمي القفاز، رمى القفاز. سهلاوي في المهمة الصعبة في الدقائق الصعبة لفريق صعب ولكنه يلعب مع صعب، تتسهل بإذن الله. في قاروة على التنفيذ، عالية وعرضية، ضربة ركنية، دقائق حاسمة من عمر المباراة، وما يقدم النصر في هذا المساء يستحق أن يدخل هذه البطولة بنتيجة إيجابية، والإيجابية على أقل تقدير التعادل بإذن الله. في قاروة عالية وعرضية تبعد من القائم الأول، بيحصل الآن مفروض تكون أفضل، عالية وعرضية أمام المرمى بتتخلص، تتخلص مرتدة، عباس بيخلصها من أمامه، بتعود لمصلحة الفريق الأوزبكي، ما أخرجوها، عادت الكرة لخارج الملعب، رمي التماس لمصلحة النصر. لاعب الأوزبكي يسقط على أرضية الملعب، دوسان، والله احنا زعلنا قبل شوي ان لاعب النصر كان طايح وما بعدوها وخرجوها لخارج الملعب، الان صاحبهم طاح ولا عندهم مشكله، شكله اللي يطيح عندهم خلاص طاح الجمل كثرة شاشينا. هذا هدف كريموف الذي كان معه النصر كريما للغايه من دفاعه وحارس مرماه، هذا الهدف خطأ كبير جدا. ثم النصر وشوف الهدف الجميل اللي سجله، بداية بالتمرير الرائع ثم في قروة والسيطرة ثم الاستعراض والتمرير ثم المطوع طوعها وأعلن عن التعادل، ومن ثم تعادلوا بكرة أوزبكية تعودنا كثيرا أن نشاهدها في خطأ دفاعي كبير. تلعب سعد مشاها، السهلاوي استقبلها، تخلصت وارتدت،
تغيير آخر، تيمور يشارك مكان دوسان، كرة ملعوبة، ماكين بيخلص وتعود الكرة من السهلاوي، مشت على الطرف الأيسر في قاروة، كل الاحتمالات واردة مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. في قاروة بيلعبها باتجاه سعد الحارثي، بومشال سعد بيلعبها بيكسب من خلال ضربة ركنية لمصلحة النصر، ضربة ركنية لمصلحة النصر. الدقائق العشر الأخيرة مشاهدينا متابعينا في كل مكان، ننتظر بإذن الله خبر سار في هذه اللحظات. يلا بالعلوم الطيبة، كرة ملعوبة عالية وعرضية داخل منطقة الجزاء، بتمر في غاية الخطورة على مرمى الفريق الأوزبكي. كاد أن يتعادل النصر من خلال اللقطة الماضية، هذه الكرة اللي لعبت رأسية من السهلاوي لكنها مرت في جوار القائم، محاولة في غاية الخطورة، في غاية الخطورة. وسعد الحارثي بعد رمى القفاز، خلاص سخنوا الربع الحين، ما فيها برد المباراة، ما قاموا يشعرون بالبرد، دمهم حامي، دمهم حار. كرة بتلعب أمامية الأوزبكين، واللعبة أمامية أصبحت سعودية. إبراهيم غالب عدى من ثلاثة، كفو كفو يا إبراهيم لفيقاروة، زحمة وضغط وتراجع كبير لدى الفريق الأوزبكي. تصل لعباس، مرر عباس، ماكين لبدر المطوع، لعبها في العمق يا بدر للسهلاوي، كرة للسهلاوي، محمد عباس مرر، ضغط على حامل الكرة، الشق الهجومي لازم يضغط، لازم يضغط، كفو كفو يا عباس، كرة المطوع، لو سجلوا الفضل لك يا عباس. كرة ملعوبة، بومشعل بيلعبها، تخلص من أمامه، بتعود مرة أخرى، سعد بيحاول لك تخلص من أمامه، بتعود لغالب، غالب مشى، تمرير أمامية لفيقاروة، بيحاول سعد الحارثي، القتال مطلوب حتى اللحظة الأخيرة. كرة بتلعب، تمريرة والتقدم إلى الأمام، كرة بتعود للنصر، وخطأ لمصلحة النصر، خطأ لمصلحة النصر. أحمد عباس في منتصف الملعب، لحظات تتلاعب بالأعصاب الآن، يا سلام يا أحمد عباس، بيلعب أمامية لسعد الحارثي، الله، مستحيل مستحيل مستحيل، كيف كيف ضاعت، الله عليك يا سعد، والله عليك يا سهلاوي، الله عليكم يا الربع، ربع تعاونوا ما ذلوا، لا والله كيف ضاعت، أجمل لقطة في المباراة ضاعت. النصر الشوط الثاني يقدم نفسه في آسيا، برافو يا سعد، برافو يا سعد، شوف الله، متعة وجمال يا عالمي، عالمي يا عالمي. كرة ملعوبة، بدل المطوع قربوا بإذن الله، قربوا بإذن الله، في قارو بيلعبها في الجول، لكن هناك راية وتسلل، قربتوا تراكم، قربتوا ولا تهونون، لا تهونون، لحظة لعب الكرة فيها شك، لا تراجع ولا خطوة إلى الخلف، خلك قدام يلي ما تعرف إلا قدام، خلك قدام، راح يسجلون بإذن الله مع هذا الأداء وهذا القوة، والله برافو. ما تزعل عليك جماهيرك لما تلعب ولما تأدي، ما تزعل، يعني كرة محمد السهلاوي غير عامل التوفيق والحظ، ما كان في شيء، استعرضوا استعرضوا، الله، سعد بيمر، تتخلص من أمامه، بتعود كرة للفريق الأوزبكي أمامية، ماكين بيخلصها، يا جماعة النصر يضغط ويحاصر طشقند بهذه الأيام، والأوزبكي تجمد تجمد، لكن تكمل بنتيجة، تكمل بنتيجة. كرة اللعب، خطأ لمصلحة الفريق الأوزبكي، شايف كيف يضيعون الوقت، شايف كيف تراجعين إلى الخلف، شايف كيف يحاولون يأخذون أنفاسهم، والله تعبوهم، والله تعبوهم. خمس دقائق تتغير فيها أحوال وتجي فيها علوم
ولا زلنا ننتظر ونتعشم بإذن الله تعالى بأن هناك ما هو قادم، لأن النصر لا يستحق الخسارة في هذا المساء، خصوصا لما قدمه في الشوط الثاني في الشق الهجومي، في الفرص اللي تحصل عليها بالذات كرة السهلاوي، سعد والسهلاوي شايف كيف يضيعون الوقت، كيف خافوا، كيف يبغون يحافظون بأي طريقة. هذا النصر وما عمله في طشقند عودة مرضية تماما للنصر في البطولات الآسيوية. كريموف إلى ضربة مرمى، إلى ضربة مرمى، كل التوفيق بإذن الله للزعيم في هذا المساء، وسنكون معكم أيضا ناقلين ومتواجدين في استاد الملك فهد. كرة حلوة للسهلاوي، عباس بيحاول خلص لتيمور، بتعود عبد الكريم بيخلص لخارج الملعب، رمي التماس، ثوان قليلة وينتهي اللقاء الذي كان النصر قريبا جدا من على الأقل الخروج بالتعادل. كرة لتيمور، لا وجود لأحد من الأوزبك، شايف تراجعوا يا مخرج هناك، ارحمنا الله يرحم والديك، قاعد يعيد. هذا المخرج كان لاعب تنس ما يعرف الكرة أبد، في هجمة هناك وانت قاعد تعيد لي إعادة للقطة ما لها داعي. تمريرة خاطئة، تركيز مطلوب، كرة ملعوبة لتيمور، يحاول، برافو يا سعد، كفو يا سعد، عباس لسعد للنصر، أمامية لمحمد السهلاوي، محمد بيمرر، غالب يستقبل، غالب بيمرر، الكرة سهلة تماما للدفاع الأوزبكي، حد يضغط عليه ويا ولا يهدر الوقت. ثلاث دقائق ونصف الدقيقة هو ما تبقى من وقت مشاهدينا متابعينا في كل مكان. كرة أمامية، تدخل قوي ضد عمر هوساوي، انذار، لا إذا ثبت الضرب هذا يكون، شوف شوف شوف، لا قرصة، بطاقة صفراء لا تستدعي أكثر من ذلك. قولوا يا الله، اطلبوا أكرم الأكرمين بأن الأخبار تكون سارة. على الأقل بنقطة التعادل من هناك. غالب أمامية لسعد، سعد لعبة لبدر المطوع، بدر عالية عرضية سهلة ليد حارس المرمى، الحارس تيمور بيسيطر عليها، بيسيطر عليها. لحظات ما قبل النهاية، فهل من أخبار؟ فهل من علم جديد؟ هناك لمسة يد واضحة، وهنا واضحة، واضحة، الله أكبر، الله أكبر يا الأصفر، جابوها من طشقند، رجال العالمي، رجال النصر، كفو يا الكحلي، كحلت عيوننا والله بشوفتك، الله عليكم، النصر، النصر، النصر بمن حضر، صح لسانك والله يرحمك يا ابو فيصل، هذول عيالك ورجالك، هذا النصر، لكل نصر رجاله، لكل نصر زمانه، لكل نصر محاربيه ومقاتليه. الله الله، ما سلموها، ملكي عالمي يا عالمي، الله يا نصر، فرحت قلوبنا، الله يفرح قلبك، رجعت يا نصر، يا ناس هذا تاريخ، تاريخ وماضيه ماضي كبير، وكل له على اجداده حق،
كل له في تاريخه حق، في نسبهم وانسابهم، في تاريخهم وماضيهم، في معانيهم وعاداتهم، وهذه عاداتك يا نصر. 2-2 2-2 ويا سلام. عاد واحد يقول الحمد لله والشكر لله، الله من حقنا اللي 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 شاهد وقتال النصر وروح النصر يطمع. وما أدراك، فنحن نطلب أكرم الأكرمين، ما أدراك لعل الثالث يجي في لحظة. الأوزبكي حطها في مرمى لكنها محسوبة للسهلاوي. صعباوي والله من سهلاوي. شوط ثاني للنصري، رجعنا لذكريات الصعود لكأس العالم، نتذكر ذكريات بوهانغ وهدف الهريف اللي بالراس الجميل والصعود لكأس العالم للأندية، نتذكر في 98 على سامسونج لما سجل ستويتشكوف هدف البطولة وتوج النصر بالرياض بطل لكأس الكؤوس الآسيوية، نتذكر زمان الرمز وأبناء الرمز. النادي الجماهيري في الطريق الصحيح، النصراوي اللي يرفع معنوياتنا كلنا بإذن الله بأنه هو قادم في هذه البطولة وأن يكون الحضور مشرف. قالوا ما عنده خبرة، قالوا بيلعب في البرد، قالوا وقالوا، لكن النصر هو اللي قال، هو اللي قال وهو اللي تكلم وهو اللي قال، ويا الله بالثالث، وما شيء بعيد عند الله، ما شيء بعيد عند الله. أمامية والكرة بتتخلص، شدوا يا شباب شوي، باقي لها تكي صغيرة على قولة إخواننا في الشام، تكه صغيرة وتخلص المباراة بال3-2 للنصر. لكن 2-2 يا محلاها، يا مجمع، يا جميلة جميلة، قمنا نكسر حتى بعض الكلمات. كرة اللاعب تتخلص، تتخلص إلى خارج الملعب، رمي التماس، والله ياهم جلشوهم في ملعبهم، يا الجماهير سكتت كأن بختكور اللي مش متعود يلعب في درجة حرارة صفر، لكن النصر الليلة بهذا اللعب والله دفاهم 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 يا بختكور. كرة ملعوبة، كرة بتلعب، لحظات الأخيرة، كم الوقت المحتسب للضايع من عمر المباراة؟ لا، 3 دقائق، 4 دقائق، 4 دقائق لنا، ما هي علينا بإذن الله. أول مباراة للنصر كانت في بطولات آسيا، كانت ضد نادي من كازاخستان، وفاز النصر في الرياض 1-0، ولما جاء الكازاخستان الاتحاد الآسيوي ألغى المباراة لأنه ما كان فيها توفر شروط السلام وكانت فيها مشاكل. وهذا النصر يعيد ذكرياته في هذا الإقليم، في هذا المكان، في آسيا الوسطى. المطوع بدأ والسهلاوي سجل الثاني. ووعدك يا نصر في الرياض يوم 15 من هذا الشهر، الوعد الرياض يوم 15 من هذا الشهر سيلتقي السد ومن ثم الاستقلال، وبعد ذلك تعلن بإذن الله استقلال صعود البطاقة. خطأ للنصر يا جماعة، نقول فيها اللحظات القادمة شيء، المباراة في أجواءها شوي فيها حالة جنون، فيها في قروة، في قروة، يمرر ريان، تخلص أشرك، 3 مهاجمين درجة، 3 عملية انتحارية. الدوخي بيلعبها أمامية، أمامية، سعد يبغي يخطفها، تخلصت من أمامه. ثواني يا شباب، ثواني يا شباب، ثواني يا نصر، ثواني يا تاريخ، ثواني يا عراقة، ثواني ويا لها من بداية. التعادل مع بختكور بتاريخه، خبير البطولة الآسيوية، وسط جمهوره، وسط البرد، وسط الظروف الصعبة. النصر صعب، النصر صعب، تلعب رمي التماس، خلاص انتهى الوقت الاصلي، انتهى الوقت الاصلي. في الشوط الاول عطاهم ثواني، عطاهم ثواني، في الشوط الثاني خلاص ما نبغي ثواني، يكفينا من ثواني. يا يا ياباني، يا ياباني، يا ياباني، ارحمنا. كرة اللعب تتخلص، خطأ للفريق الاوزبكي في الوقت بدل الضايع من عمر المباراة. نفس الشوط الاول يا جماعة، تجاوز الوقت، والان يحدث تجاوز للوقت من تيغو مينور، تيغو مينور، بطاقة صفراء لأحمد عباس.
دولة الربع في عسير. الله في جزاء الله يخارجني وتعدي على خير وتعدي على خير. مرت 50 ثانية فوق الوقت المحتسب بدل الضايع، وفي الشوط الأول مرت أكثر من دقيقتين، ولو نحسبها واتمنى فوز الليلة يحسبها لكم. حكم بشكل عام دار مباراة بشكل جيد، لكن الوقت بدل الضايع. هذه كرة أخيرة من عمر المباراة، الله يتممها على خير، الله يتممها على خير. صفر يا ياباني، صفر يا ياباني، ما وده يصفر. صفر الآن الحكم الياباني السيد تيغو مينور، معلن نهاية لقاء النصر مع بختكور. أولى الأوراق العربية، أول الوجوه العربية كان نصراويا بدرجة امتكور. الظروف ودك يا نصر كانت الليلة، كانت في إصابات، كان في درجة الحرارة لا تطاق، كان في جمهور كبير حاضر، كانت في أرضية ملعب سيئة، كان ولكن أرد وأقول النصر كان في الماضي واليوم موجود في الحاضر. كفو يا فارس نجد، كفو يا العالمي، نتيجة ترفع المعنويات بإذن الله تعالى، والفال لك يا الأزرق بإذن الله في هذا المساء، ولكل الأندية العربية مشاهدينا متابعينا. الكحلي كحل عيوننا وأعطانا منظر في غاية الروعة والجمال، وتعادل مرضي بنكهة الفوز لفريق نادي النصر السعودي. فارس نجد إلى الأمام دائما، فالنصر ما يعرف إلا قدام. شاهدينا متابعينا على المحبة والسرور، سنفترق بهذا المساء. سلمان المطويع والله ياهو نصر في الشوط الثاني، ياهو لعب في الشوط الثاني، ياهي ذكريات اقترنت بالماضي بالحاضر، لكن في النهاية ما أقول إلا كفو ويا بعدي يا نصر.